صديقي مجاهد الاقتصاد والناس. طبعا اولا اهلا بحضرتك في حلقه جديده من البرنامج. ثانيا النهارده بنتكلم على موضوع جديد وجه بيه السيد الرئيس مؤخرا، وهو اعطاء الرخصه الذهبيه. ما هي الرخصه الذهبيه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه. وهي اعطاء لجميع المستثمرين، وذلك لمده 3 أشهر من تاريخ اصدار هذا القرار. ايه هي بالظبط الرخصه الذهبيه وما الفائده منها؟ وهل هتحاول او هتزيد من جذب الاستثمارات، خاصه الاستثمارات الخارجيه الى مصر؟ ده موضوع حلقتنا النهارده صديقي المشاهد. هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا النهارده ونرجع نبدا اللقاء. تسعى الدوله الى جذب الكثير من الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين والمصنعين ورجال الاعمال. لذلك تتحرك الدوله وتفتح الباب لدعمهم، وذلك تنفيذا لتكليفات القياده السياسيه للنهوض بالاقتصاد المصري وفتح افاق كثيره للاستثمار والمستثمرين. ولذلك أعلن السيد الرئيس منح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم للاستثمار في البلاد خلال 3 أشهر من أجل تسريع مشاريعهم. وتعد الرخصة الذهبية أحد الحلول التي يتم منحها للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري دون الاحتياج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، حيث ستكون سببا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وستمنح لهم مزايا كبيرة، وستحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم في مصر. تمام، رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. شفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة، ويعني طبعا كعدته يعني منورنا ومشرفنا كعدته فعلا في برنامج الاقتصاد والناس، يعني المفكر الاقتصادي وأستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد حميدو، عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال واستشاري تطوير المؤسسات. أهلا بحضرتك يا دكتور أحمد مرة أخرى. أهلا محمد بيه، منورنا والله، بحب الحلقة بتاعتك جدا. ربنا يخليك. هستأذن حضرتك يا دكتور أحمد، هنطلع بس فاصل سريع، عندنا بورتفوليو صغير عن حضرتك هنطلع بيه وبعدين نرجع نبدا حوار. نطلع اعزائي المشاهدين نشوف بورتفوليو عن الدكتور احمد حميدو ونرجع نكمل حوار. تمام، رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. شفنا مع بعض البورتفوليو الخاص بأستاذنا طبعا أستاذ الدكتور أحمد حميدو، عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال واستشاري تطوير المؤسسات. مساء الخير يا دكتور أحمد. مساء الفل. نبدأ في موضوعنا النهاردة. أولا يعني قبل ما نخش في الرخصة الذهبية والحاجة إلى تلك الرخصة، إحنا من 2014-2015 وإحنا من أهم أهدافنا محاولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة. تمام. وفي قانون الاستثمار وفي لائحة تنفيذية لقانون الاستثمار. هل خلال الفترة من ساعتها لغاية دلوقتي مرورا بالكورونا والحرب الحالية، هل فعلا قدرنا نجذب أو نجذب انتباه بعض المستثمرين للقدوم والعمل في مصر، ولا لسه المشوار طويل؟ أولا مدخل رائع كعادة حضرتك. يعني السؤال الأولاني هو إحنا حجم الاقتصاد المصري ده كبير؟ السؤال الاولاني. الرد ولا لان هو 404 مليار دولار سنه 21، وده رقم كبير كبير، بس لا عشان العدد، لو قسمنا 404 دول على العدد يطلع المتوسط قليل. أوكي. اجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي قليل، صحيح، متدني. تمام. 4000 دولار مثلا لو قلنا 100 مليون. فطبعا رقم بسيط. طب حلو. صحيح. طيب، وبناء ده متوسط، معناه ان في ناس اقل من كده بكتير وناس اكتر، بس في المجمل الرقم ده قليل. اوكي. طيب، يبقى بناء عليه احنا كلنا متفقين الاقتصاد ده لازم يكبر. ما الاقتصاد ده زي تورتايه. صحيح. فلو التورتايه دي صغيره، وانا حتى عشان دايما الكلام بيبقى على فكره عداله التوزيع. صحيح. وده جزء من اللعبه. بس كمان قبل عداله التوزيع لازم التورتايه نفسها تبقى كبيره، عشان حتى لما احاول اعمل لها توزيع شكل عدالة كل واحد ياخد حته. لان لو افترضنا ان انا رحت بس احمر اشتراكي قوي وقلت عداله توزيع بالملي لكل واحد، برضه كل الناس هتبقى مش مبسوطه. بالظبط. فاذا الحل هو ان حجم الاقتصاد نفسه يبقى هو اللي ده يعني ال 400 وكذا يبقوا 800 وكذا. ده دايما هتلاقي الاداره والقياده السياسيه بتتكلم باللهجه دي. اوكي. لان هي مدركه ان التحدي اكتر منه. ده لا يعني ان احنا نعمل مجهودات في عداله التوزيع، ولا يعني ان احنا نغفل
مجهودات اوريدي الدوله بتعملها زي تكافل وكرامه وحياه كريمه وما شابه. كل ده جميل. ده دور اساسي للدوله طبعا اللي هي بنسميها شبكات الامان والضمان الاجتماعي. كويس. جميل كويس. كل ده لا نغفله بالظبط. لكن الاقتصاد نفسه لازم يكبر. طب الاقتصاد ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من الاستهلاك كعنصر اساسي. والاستهلاك هو حاجه ايجابيه لان ده الوجه الاخر من العمله للانتاج. بيتكون من الانفاق الحكومي وده حصل فيه تطور جيد فاحنا عندناش ايشو او تحدي يذكر في الاستهلاك. بالعكس احنا من الدول اللي انفاق الاستهلاكها جيد وكل ما يحصل تحسين في الدخول وتحسين كل في كل ما الاستهلاك هينعكس عليه عشان ده من الناس كانت بتقول الاستهلاك ده حاجه سلبيه. لا هو الاستهلاك ده انعكاس لانتاج في مرحله سابقه. صحيح صحيح. وفي الانفاق الحكومي وده جيد. الانفاق الحكومي لما حضرتك بتقول انفاق حكومي ده بتعني بالانفراستراكشر كل اللي بيحصل حوالينا ده. اوكي تمام. فده وده جيد بس جيد ممكن نتكلم في طرق تمويله نختفق ونختلف عليها بس في الاخر بيحصل على الارض. تمام. وده مفيد وممكن يدفع الاقتصاد للامام ولكن على اللونج ران او على المدى البعيد مش هتاخد ثمره. يعني يعني انا عملت حالي. مثلا دلوقتي حاجه حاجه جنب حاجه جنب حاجه اكيد هتجيب كمان خمس ست سنين هيبتدي يبان. لازم ما لهاش حل. انت بتيجي تشوف بلد بتتطور بتتقدم حتى عندنا في الانجليزي كلمه فايب يعني بتدي احساس شعور في تحسن شعور. صحيح. في العنصر اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده وهم واللي بعديه مرتبطين ببعض حاجه اسمها الاستثمار. أوكي. الاستثمار هنا بنعني بنعينه الاستثمار المحلي او الاستثمار الاجنبي المباشر. أوكي. ثم في صفي الصادرات اللي هو الفرق بين هل معلش الاستثمار الغير مباشر انا اسف لقطعك الاستثمار غير المباشر بيقع تحت طائله الاقتصاد برضو ولا ده بعيد قوي لانها اموال ممكن تتنقل بسرعه في حسب هو دخل فين وكده بس اللي احنا معنيين بيه الاكثر المستقر اللي هو الاستثمار الاجنبي المباشر او الاستثمار المحلي المباشر. وده مش معناه ان الغير مباشر مش مهم لان بالعكس هو الغير مباشر بيمهد للمباشر. اوكي تمام. يعني البورصه بتسبق الاستثمار فده مش وحش طبعا لان لو امان والراجل استثمر ولو انا فهي بتمهد. تمام. ودايما والعكس بالعكس فهي مرايه. جميل. المشكله ان ممكن تخرج بره سياقها وتبقى بس ده موضوع بس خلينا نتكلم يعني نركز في الموضوع بالظبط. طب يبقى اول حاجه ده تكوينات الاقتصاد. طب هل السوق المصري جاذب للاستثمار او لا؟ برضه جاذب لانه حجمه كبير. احنا ترتيبنا في التقارير كلها كحجم سوق ترتيب متقدم جدا ده للتعداد السكاني فقط لا غير والقدره الشرائيه في انفاق. يعني انت الاساس في المصريين هو الاستهلاك ان هم قدراتهم الاستهلاكيه عاليه وفي قطاعات ملحوظه التعليم الاكل الصحه حاجات كتيره واضحه يعني. تمام. يعني هتشوف حجم الاستثمارات في المطاعم حصل قد ايه في مصر. صحيح. شوف حجم الاستثمارات في المولات. شوف حجم الاستثمارات في المدارس. شوف حجم الاستثمارات في المستشفيات. شوف حجم الاستحواذات اللي حصلت من دول عربيه شقيقه على مستشفيات قائمه وشغاله بالفعل. طب انا بعمل ده ليه؟ الا اذا كانت هي بتكسب وكويسه. صحيح. ونجح. صحيح صحيح. فيبقى ده ما فيهوش جدال. طب ايه اللا؟ اللا جايه من مش من الماذا من الكيف. يعني ايه بقى؟ يعني ان الكيفيه الدخول صعبه. أوكي. وده مش كلامي ده أوكي. بيجي عن طريق ايه المستثمر نفسه ولا حاجات بنبص عليها. أوكي. في تقرير جميل جدا اسمه ايز اوف دوينج بزنس بالعربي تقرير سهوله اداء الاعمال. تمام. بيبص على 10 حاجات ده من اليونايتد نيشنز ولا ده بيطلع من الوورلد بانك. الوورلد بانك. تمام. تمام. طيب ايه التقرير الايز اوف دوينج بزنس ده اللي بيطلع عن طريق البنك الدولي او تقرير سهوله اداء الاعمال بيبص على 10 مؤشرات هم عباره عن دوره حياه المشروع. حلو. 10 حاجات هسردهم لك وانت بص كده شوف اذا كانوا شغالين عندنا ولا لا. شوف اذا كانوا وان الحكومه نفسها قال التقرير انا بسعى سعيا حسيسا ان انا احسن ترتيبي في الموضوع ده. تمام. يبقى احنا مفيش خلاف على ان الموضوع ده مهم وده طبعا اي مستثمر جاد كبير بيبص على ده. برافو عليك. طيب ايه هم واحد تاسيس الشركه هل دي بسهوله ولا بصعوبه وبتاخد وقت قد ايه؟ النهارده في دول بالدقيقه اصلا. يعني مش بنتكلم يعني في كام يوم. احنا بنقول 6 ايام انجاز. اوكي تمام. استخراج تراخيص البنى. اوكي خلاص. الحصول على الكهرباء. تمام. تسجيل الملكيه. اوكي خلاص. الحصول على الائتمان. كل ده الوقت اللي بياخده انك توصل او انك تحصل اصلا انه يحصل اساسا. الحصول على الائتمان الاكسس تو فاينانس هل ده سهل في مصر؟ هنتكلم فيه. تمام. حمايه حقوق صغار خلاص. سداد الضرايب مش بتكلم في هل سهوله سداد هل في بيمنت جيت واي بوابات دفع الكترونيه هل في كذا. اوكي اوكي. كلها كيفيه اللي هو السيستم الضرايب وطبعا ان يبقى في نظام مستقر ومعروف هدفع كام وامتى وكده. التجاره عبر الحدود. انفاذ العقود ان العقد ليه قوه في تنفيذه. اخر حاجه تسويه حالات التعثر لو حد حصل له اي تعثر يقدر يخرج يخطر. طب احنا ترتيبنا كام في الليله دي في التقرير ده في 190 دوله. اوكي. سنه 2019 احنا ترتيبنا من 190 114. أوه. طيب هل الترتيب ده وحش؟ تخيل لا ده حصل تحسن. اوكي. من ترتيبات كتيره قبل اصلا يعني قبل. احنا كنا اسوأ بس ايه الفكره؟ ان احنا عامه
المؤشرات كلها بنعمل فيها تحسن بس ما عملناش طفره. ايه الفرق؟ يعني كل مؤشر من العشرة في تحسن. يعني انت مثلا ايه، انت هل 114 من 190 دوله ترتيب متقدم؟ لا طبعا، بس انت تحسنت عن اقل من كده. أوكي. بس هل ده كافي؟ لا برضه. فبيسموه ايه، جيد ولكن غير كافي. أوكي. من هنا بقى حصل فكره لطيفه جدا. انك خد السلسله في مصر عملت فكره وجيه جدا سميتها المسارات الموازيه. يعني انا معترف ان انا عندي عوار أوكي. واخطاء كويس. في السيستم ده. تمام. وان العشرة دول انا مش منفذهم كويس. أوكي. وهطلع حلول موازيه الشباب اللي احنا كنا بنتكلم على حضرتك في البرنامج قبل كده، المناطق الاقتصاديه الخاصه وكده بالظبط، تحل الموضوع ده. وكان احد تجليات هذا الموضوع هو الرخصة الذهبية. اوكي، يعني دي حل لمشكلة موجودة. هل طيب سؤال معلش، هل بتنفيذ الرخصة الذهبية، والخبر اللي عندي بيقول انها لمدة 3 شهور، ممكن تمد وممكن لا حسب الظروف، ولكن هل بتنفيذ تلك الآلية وبدأها في العمل هيحسن من ترتيبنا في المؤشر اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه، ولا ده شيء وده شيء تاني موازي ليه؟ ما هو النهاردة انت عايز توصل لنتائج سريعة، فبالتالي اكيد هيحسن. اوكي، بس انا انت بتيجي تقول لي ايه ده انت 114 سنه 1000، اقول لك يا سيدي انا 114، بس انا انت مالكش دعوه بال 114 ده، خليك انت في مسار موازي. وده لا يثبت لك ان اللي احنا الاستثمارات الاجنبيه المباشره مثلا عندنا في قطاعات البترول جيده جدا. ليه؟ لانها معمول لها عقد خاص مع نفسه بتحكيم اقتصادي بطريقه معينه، وكانه خلق مسار تشريعي اقتصادي موازي كامل لصناعه لهذه الكذا. فالمسارات الموازيه مع خلي بالك الستة في مصر، الناس دايما تاخد فكره البيروقراطيه انها كلمه سلبيه، هي فيها منحه سلبي بس كمان فيها منحه ايجابي. انت دوله راسخه، دوله قديمه. أوكي. فعشان تغير بيقارنوك بدول صغيره في المنطقه وكده، مش انت صعب مش لان انت بتعمل بالزبط. سيستم من اول وجديد هناك، انت هنا بتبني على سيستمز قديمه وبناء عليه، نتيجه ان السيستم ده راسخ قوي وقديم قوي فتغييره صعب وبياخد وقت. فحلي الوحيد عشان اخد اجراءات ناجزه نافذه يعني. مسارات موازيه. اوكي، فكان احد هذه المسارات هي الرخصه الذهبيه. جميل. طب نفهم الناس بس إيه يعني ايه الرخصه الذهبيه. ففي سين وجيم كده هو سؤال واحد، ما معنى الرخصه الذهبيه؟ بالظبط الرخصه الذهبيه دي معناها حضرتك ايه اكبر مشكله بتواجهك؟ ان انت في العشرة اللي احنا قلناهم دول انت عايز تروح ل 20 30 بالزبط. 40 50 60 جهه. لا انا بديك موافقه واحده على كل الليله دي، على كل ده، على اقامه المشروع وتشغيله بما في ذلك ترخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمه له. تمام. ويجوز منحها للشركات بقرار مباشر من مجلس الوزراء على طول. خلي بالك ان الدكتور مصطفى عنده في مكتبه دلوقتي، حتى مش عند وزير التجاره والصناعه، هو عنده في مكتب خاص للتعامل مع المستثمرين بشكل مباشر. اوكي، من رئيس الوزراء ده. تمام. وقياس سالت لك لو ما عسلش في الرياضه هطلعها عندي. هل ده يعني هيمشي على كل المستثمرين، ولا ده ليه فئه محدده من المستثمرين اللي تستوفى شروط معينه؟ بالظبط ده السؤال اللي بعده. اوكي. اللي هو مين ممكن يستفيد من ده؟ اللي هو سؤال منطقي جدا. بالظبط. الشركات اللي هتؤسس بشكل اسمه تريبل بي، بابليك برايفت بارتنرشيب، يعني أوكي. المشاركه بين القطاع الخاص والقطاع العام. وقطاع الاعمال ده او ده، يعني أوكي. شركه يا خاص مع قطاع خاص، يا مع قطاع عام، يا خاص مع قطاع عام. قطاع عمال. بس الاثنين يعني قطاع عمال عام او قطاع عام بس. اي منتج مباشر. ولا كل المنتجات ولا اللي هو بقى السؤال اللي بعد يعني انشطه. الانشطه بقى المرافق العامه، البنيه التحتيه، الطاقه الجديده والمتجدده، الطرق والمواصلات، المواني، الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. اوكي، معظمه طيب. انفراستراكشر، يعني معظمه بنيه اساسيه ولكن تشطيبات. لو فكرت هتلاقي الموضوع ده مش محطوط في حاجه هاب هازارد كده، او حاجه ملهاش مردود اقتصادي واضح. تمام. انا هديك رخصه، انا هطلعك بره كل البيروقراطيه المصريه. انت النهارده اصل مشكلتك انت مصر ايه ميزه؟ سوق. تمام. كبير جدا. صحيح. فمفيش حد يقدر يستغنى عنه في المنطقه. تمام. يعني انت لو بتتكلم انا عايز اشتغل في الشرق الاوسط وشايل مصر من حساباتك هتبقى ضعيفه جدا، انت بعيد قوي يعني، فانت لازم تبقى حاططها في حساباتك. طيب وفي دول عندها فلوس صحيح فائضه صحيح بس ما عندهاش السوق ده. تمام. فيبقى انت مثالي بالنسبه له. طب ايه اللي بيضايقه؟ مش الماذا، الكيف. بالظبط. طب تعالى خد اعمل كذا كذا، بس بقى على اجندتي انا برضو. اوكي، ده توجيه. يعني انا بوجه الاستثمارات، مش باجي استثمارات اعتباطا زي ما حضرتك بالظبط اللي هو يلا تعالى. طيب أوكي. ايه شروط بقى اعتبار اصلا؟ يبقى انا ايه، انا قررت ان انا ادي الكلام ده وبسرعه ومن مجلس الوزراء مباشر، وخلاص انت بقيت زيك زي اي مستثمر بقاله 10 سنين قاعد هنا وترتيبك لا، ولو انا ترتيبي نمره متقدم جدا في سهوله اداء الاعمال، انت خدت نفس الترتيب ده. أوكي. بالمسار الموازي. حلو. انا ما بقولش ان انا في مصر اتقدمت كلي، لكن بقول اللي هيمشي في المسار ده فاست تراك. ده عارف لما الناس بتروح مثلا ديزني
لاند فيقول لك ده, وتلاقي واحد ما وقفش كده يقول لك اصل ده واخد فاست واخد التذكره السريعه بالزبط. فانا خلقت لك تذكره سريعه بس ادفع ما اسهب بقى بالظبط, واشتغل في اللي انا عايزه في القطاعات اللي انا عايزها. طيب ايه امتى انا اعتبرك استراتيجي او قومي عشان اديك الكلام ده؟ تمام. وده في بنفس هو ده, ده 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 من احد المعايير انه يبقى مشروع استراتيجي او مشروع قومي. بس برضو دي كلمه مطاطه وعامه. طب تعالى اقول لك يعني ايه استراتيجي, يعني استراتيجي يعني ايه قومي, وامتى انا اعتبرك مشروع زي ده وتاخد الرعايه الخاصه دي. تمام. واحد, ان 50% من شغلك يبقى تصدير. اوكي. طيب الكلام ده دلوقتي لا, هديك فرصه 3 سنين تشتغل. من بدايه التشغيل توصل للرقم ده, بس ده أوكي. الهدف اللي انا عايزك توصل. طب معلش سؤال فني, اتفضل. على الاقتصاد في النقطه دي بالذات مثلا, يعني هل الثلاث سنين دي هتشهد برضو لو جذبت الاستثمار؟ يعني احنا دايما بنعتبر انه انا جذبت الاستثمار يبقى هجيلي فلوس بكره الصبح على طول. هل الفتره الثلاث سنين الى ان يبدا في التصدير هل هتعود بالنفع برضو شيء نوعا ما على الشعب المصري او المواطن المصري او حركه السوق المصريه, ولا ثلاث سنين دول احنا بريك كده معلش جوع شويه لغايه ما لا, لا لا خالص بالعكس. هو ان اي استثمار بيفتح بيحل لك على طول مشكله التشغيل في ساعتها. يعني النهارده انت لو جيت بصيت على الناس اللي استثمرت في قطاع التجزئه في مصر من غير ما نقول اسماء عشان ما تعملش عشان الاعلانات وبتاع. تمام. اي اتفرج على اي حاجه شوف كميه الفرص العمل اللي تم فتحها للناس دول, ولدرجه ان منهم ناس راحوا كملوا في دول عربيه شقيقه وبقوا بيساهموا صحيح في التحويلات المصريه اللي هي معديه 30 مليار دولار واخد بالك. أوكي. فبالتالي في اي استثمار في لحظيا هيدي فرق شويه. جيلنا والجيل اللي قبلنا بشويه اكتر ناس استفادت وعملت شغل مين؟ اللي بداوا في شركات متعدده الجنسيات صح, وبعد كده بقوا في حته تانية, وبعد كده بقوا بيشتغلوا شركات محليه, وبعد كده بقوا ليهم تلاميذ وخلقوا. فانت بتخلق كادر بشري مميز كمان. كويس. فاول حاجه 50 في مده اقصر. طب تاني حاجه بقى دي هتعجبك قوي وبترد برضو على الحته اللي انت بتسال فيها, الراجل ده ازاي هيحل مشكله انيه بسرعه؟ ان تمويله يجي عن طريق تحويل النقد الاجنبي على احد البنوك المصريه, يعني بالبلدي يجي ويجيب دولاره. هات فلوسك معاك انت جاي واحنا هنديك. يجي ويجيب دولاره معاه, ما يجيش ياخد تمويلات مصريه فاسيليتيز وابقى انا عملت ايه. طيب اصلا احنا عندنا مشكله بالظبط, بس انا عايز نقد اجنبي. فحضرتك هتيجي تجيب دولارك معاك, انت مرحب بيك, اهلا وسهلا بيك. انت عندك فائض هناك وانا عندي عكس, تعالى هات الفائض. يعني هو هي هل حضرتك بتعتبر ان دي ممكن تكون عائق في قدوم اي حد مستثمر اجنبي مباشره انه هات فلوسك معاك؟ لا بالعكس, هو جاي ليه اصلا؟ عشان يعمل فلوس يدفع فلوس ويعمل فلوس. هو اي واحد فينا امتى يفكر ان هو يستثمر؟ لما يبقى عنده فائض. ينفع انت مثلا من ضمن حتى الحاجات الكوميديه لما مثلا واحده تتصل او بنت او ولد يتصل بواحد يقول له لو سمحت انا عندي واحده بكذا مليون جنيه, هو اصلا عليه فلوس فيقول له يا عم سيبني في حالي دلوقتي. قصدي ايه؟ مرحب بالمكالمه دي. فهو اوريدي عنده فائض بالظبط. يعني كل الدول اللي احنا مستهدفين ما عندهاش مشكله خالص في الدولار. أوكي. بالعكس عندها فائض. طب هي ايه مشكلتها؟ ان ما عندهاش سوق. فاحنا بنقول تعالى نعمل التركيبه دي. أوكي. هات فائض الدولاري على السوق اللي انت مستهدفه اللي انت مش هتجيب زي مهما كان عندك فوائد. أوكي. بس ما فيش سوق تبيع فيه. طب صحيح. هتعمل ايه؟ طب هل في شركه عربيه او اجنبيه او كده تاريخيا دخلت مصر وخسرت؟ صعب صعب. واخد بالك؟ كان في مشاكل, بعض المشاكل في التخارج وبتاع, لو شركه تعثرت انما على ما اعتقد ان اتحلت. بيشار اليها ان دي حالات استثنائيه بالظبط. لكن انا لو ما كانش ممنوع ان احنا نقول اسماء كنت ذكرتهم. واحده ورا الثانيه وانت بالزبط. وانت ماشي هتشوف اعلاناتهم في الشوارع وهتشوف واصدقائنا شغالين معاهم وكل حاجه وما في واستثمارهم كويس من سنوات. مفيش مشاكل. انت عندك شركات معديه بقى لها سنين وما مشوش, وفي اصعب ظروف مصر ما مشوش. ليه؟ لان السوق ده ما يتسابش. صحيح, لانه سوق قوي. طب معلش سؤال ثاني قبل ما ننتقل في نقطه التصدير 50% للخارج, يعني هل بالديل ده يمكن ان للمنتج او المستثمر انه يبقى بيصدر باسعار تنافسيه تسمح له انه يكسب بره, ولا الظروف دي هتقيده لان انت عندك برضو مشكله دولار في استيراد بعض المواد الخام اللي قد يحتاجها؟ فصح بالظبط, هو دي بالظبط اللي احنا بنقولها. ممكن يحطها في دماغه ويقول لك طب انا مش عرفني. لا, عشان كده كان من ضمن الشرط اللي بعديه ان لا تقل نسبه المكون المحلي في المنتج عن 50%. اوكي. فلازم يبقى في توطين والا انت جاي ليه؟ ما لو انت جاي عشان تستورد منتج بالكامل من بره اكيد في بعض الخام, بس لكن هو يوصل على الاقل يبقى في 50, وانا عندي حاجات كتير ينفع تعمل فيها الشغل ده. فانا بقول ما بقولش ان مفيش دوله النهارده فعلا بتطلع منتج 100%, بس زود لي توطين للصناعه. أوكي. عمق الصناعه, زود المنتج المحلي يوصل
وده احد الشروط. اه ده احد ده شرط واضح وصريح يعني زي ما انا حاطط 50% تصدير ما انا ايه الميزه ان انا يبقى عندي تصدير بس هو في الاخر كله منتج مستورد ان انا ضربت الميزان التجاري تاني وما اضمنش ابيعه هناك لان السعر مش هيبقى مناسب فانا بضرب في كذا حاجه واحد تنافسيه اتنين الانعكاس ده على الميزان التجاري خلي بالك القانون ده معمول بميزان ذهب يعني كل كلمه محطوطه فيه ليها هدف ماكرو وهو ده العلم ان انت ازاي تربط بين كل ما هو جزئي وكل ما هو كلي صحيح فازاي هم قدروا يعملوا ده اللي هي الشروط اللي احنا بنقول عليها اوكي كلها. فيبقى تاني عشان بس نقولهم ورا بعض ايه الشروط واحد 50% من شغله يبقى تصدير وده يتم مش النهارده بس قدامك 3 سنين عبال ما توصل له بس زي ما حضرتك قلت هيبقى ليها مردودها الوقتي بتشغيل وتدريب على طول 3 سنين ده تارجت لكن انت ابتديت هتشتغل خلاص ابتديت في مصنع في ممكن تنتج وتنزل في السوق المحلي في خلال الثلاث سنين لا ده هو ده هي دي اكتر حاجه اصلا بالظبط ان هو ينزل في السوق اصلا انت اكتر ده بالعكس ده احنا احد اسباب ان احنا ما تطورناش بسرعه كشركات مصريه في التصدير ان السوق المحلي مغري جدا للبيع داخله اوكي فانت عبال ما بتفكر تقول يا عم انا عندي هنا انا شغال فده كان ما كانش حد حاطط في اعتباره بقى ساعتها الدولار والتغييرات دي كلها فين لما بدا يحصل بقى تعويمات ومش عارف ايه الناس قالت لا ده انا لازم عندي مصدر دولاري صحيح. لكن انت بالعكس انا بقول دايما ان السوق المحلي المصري من كتر ما هو كبير عمل سبويلينج او افساد للمنتج المحلي ان هو يفكر ان احنا نصدر مع ان احنا منتجاتنا يعني في عندنا تجارب حلوه جدا في افريقيا دلوقتي والملحق التجاري هناك والسفر عاملين شغل كويس قوي في ان احنا منتجاتنا دخلت حتى تطلع منتجات زي من جنوب افريقيا وغيرها عصاير ومش عارف ايه وعلى فكره احنا عندنا حاجات من عند ربنا طعمها حلو الجوافه والمانجا ومش عارف صحيح فلما بتتقلب عصير بيبقى طعمها احسن بس هل احنا في التصدير لو هنتكلم في نقطه التصدير لان اتكلمنا فيها الحلقه اللي فاتت معاك يا دكتور احمد البراندنج التسويق القدره التسويقيه وفعل ماركه مسجله لمنتجات مصريه في الخارج ده ناقص عندنا بشكل بس جدا. بس خلاص يعني برضو العلم والتطور يعني احنا خرجنا كتير الافات الطلبه الشطار في المجالات دي فالسوق الحمد لله احنا بالعكس احنا يعني كتير من اللي شغالين في الامارات العربيه المتحده كتير من اللي شغالين في المملكه العربيه السعوديه هم مصريين اصلا مصريين لا احنا في المجال ده كويسين وبعدين خلي بالك ما تنساش ان احنا من اوائل الناس اللي ابتدت التلفزيون وابتدت فكل ده كان له انعكاس والجامعه الامريكيه بقى لها 100 سنه يعني فلا احنا في الحته يعني دي متطورين في الجزء بتاع البراندنج على الاقل كعنصر بشري اكيد انما لسه كقدرات تسويقيه لسه ما عندناش المنتجات لا جايه مش صعبه وخلي بالك انت لما بتصدر لو انت عندك قدرات في جزء منها كتير بيسموه العلامات التجاريه الخاصه يعني انت بتصدر بالستاندر اللي هو طالبه منك الراجل اساسا فما فيهوش مجهود يعني يذكر انت بس محتاج انك تظبط تشوف مين محتاج ده والتواجد في المعارض يعني كان لسه في معرض في الامارات العربيه المتحده تلاقي مصريين بقوا موجودين فيه معرض في المانيا معرض في فرنسا المصريين بقوا بيصرفوا على المعارض بقوا بيطلعوا الاماكن دي حصل جيده جدا يعني ما نقدرش ننكر ده حصل كويس ده موجود هل بالشكل الكافي بالشكل المبدئي الجيد اللي ممكن يبقى احسن بس زي ما حضرتك كنت بتقول اصل السوق المحلي فعلا مغري لاي منتج فطيب عامله مشكله بس انت تظبط دي مع دي هتفرق معاك جامد جدا وكل الشركات النهارده بكلمك على عملاء يعني حتى انا بشتغل معايا كان في منهم كتير مش باصين لا حطوا التصدير خلاص اولويه النهارده كويس بقى له فتره مش هل ده احنا للاسف وقتنا انتهى دكتور احمد ولكن هل اللي حضرتك بتقوله وقول طبعا كل اللي حضرتك عايز تقوله في النهايه ولكن هل ده الرخصة الذهبية هل فعلا هتؤتي بثمارها من وجهة نظر حضرتك في المستقبل القريب والمتوسط انه هيبقى فيه ضخ لبعض الاستثمارات هي ميزة النوع ده من الاجراءات ان هو مش اجراء طويل الاجل اصلا يعني انا عامله وحتى حكاية 3 شهور يعني اللي هو يلا اوكي يعني ممكن ما تبقاش 3 شهور واي حد هيجي هيشتغل يلا اتفضل اشتغل لو يعني استوفى كل الاستثمارات خلاص يعني قصدي انت النهارده شركة جادة هو قانون معمول للمستثمر الجاد بحجم معين بشكل معين حتى برضه من ضمن ضمانات الزياده احنا قلنا الشروط شكل الشركه طبعا يعني مثلا شركه مساهمه او شركه ذات مسؤوليه محدوده راس مالها من الاول برضه 20% من التكاليف الاستثماريه للمشروع كويس قوي اللي هو راس المال المصدر راس المال المصدر تمام وتقديم ما يفيد الماليه فمعناه ايه ان انا عامل دي للجوسي انفسترز للمستثمرين اللي بجد اللي هو عنده اوريدي عنده 20% الجيوب المليئه اللي هو بجد فهل ده قانون انت النهارده بتقول لي والله انا عندك سوق كبير بس انتوا مش عارف ايه لا يا سيدي تعالى انت منك لرئاسه الوزراء مباشر هتاخد رخصتك وانت قاعد حتى القياده السياسيه اشارت برضو في الكلام ان انا بفكر اتوسع في الرخصه دي بناء على اللي هيجي منها فهي من الحاجات عكس ما احنا ساعات كتير بنتكلم ان دي حاجات طويله الاجل ونصبر عليها لا دي من الحاجات اللي المفروض
تؤتي ثمارها على طول لان انت سوق ومستثمر. اوكي. فالسوق السوق كبير وجاهز. وهل هو التتر انتهى في ثانيه؟ هل هناك عدد كبير يسمح من المستثمرين الجادين اللي حضرتك بتتكلم عليهم اللي ممكن يستوفوا الشروط ييجوا سوق مصر في الفتره بالذات في الدول العربيه؟ الدول العربيه كتير. ميرسي يا دكتور احمد، معلش تعبنا حضرتك معانا كالعاده، يعني يعني درس قوي جدا في كل الموضوع، كل المنظومه على بعضها، مش بس يعني طبعا كعاده الدكتور احمد ما اتكلمش في موضوع الرخصه الذهبيه، هو ختم بيه كمسك الختام لانه فعلا خطوه واضح انها مدروسه بشكل جيد جدا، هو مش توجيه رئاسي فقط، هو خطوه مدروسه من ساده اقتصاديين لمحاوله انعاش سريعه للاقتصاد المصري في الفتره الحرجه الحاليه، ويمكن ان تكون تنميه مستدامه لانه هيبقى شراكات ما بين تلك الشركات والقطاع العام. الحقيقه بنشكره شكر جزيل للغايه استاذنا الاستاذ الدكتور احمد حميدو عميد الكليه السويسريه لاداره الاعمال واستشاري تطوير المؤسسات. نشكرك صديقي المشاهد، وان شاء الله نشوفك في حلقه جديده من الاقتصاد والناس.